أنا سعيد بهالزيارة يلي قمت فيها اليوم لبيت بعرفه كتير منيح، وأكيد هيدا الشيء بيدل إنه لما بيكون في أزمات كبيرة ومحن مثل يلي عم نمرق فيها ما في حواجز بتصلنا عن بعضنا كلبنانيين، نتخطى كل الحواجز ونلتقى، وهيدا واجبنا وهيدي مسؤوليتنا تجاه الناس. وطبعا عرضت الأفكار يلي يعني كنت عم بجول فيها بهالجولة التشاورية ولقينا تفاهم كبير عليها. هيدا الأفكار رح أحكي عنها بكرة بالمؤتمر الصحفي بالتفصيل، ولكن تتمحور حول ذات الفكرة، كيف فينا نلتقى مع بعضنا على كلبنانيين بوجه خطر كبير جاي بوجهنا، لأن عصام أكيد ما بيساعدنا. الوحدة هي بتقدر تحصننا أكتر تنقدر من جهة نواجه الخطر الحرب يلي ما بدنا إياه ويلي عم يتهددنا ويلي مجبورين إذا أجا عنا غصب عنا أن نواجهه، ووقتها منواجهه موحدين بنكون أقوى. وكيف نرجع نحاول نعيد الانتظام لمؤسساتنا الدستورية ولنكون سلطة تقدر تحل الأزمات الجاية بموضوع الاقتصادي والمالي وبموضوع النزوح السوري وبوضع لبنان ككل بالمنطقة. بتأمل هالشي اللي اتوافقنا عليه نقدر نترجمه بالأيام الجاية بتقارب وتفاهم يودي لحل كتير من مشاكلنا، وشكرا على استقبالك. مع الوزير، مع الوزير، مع الوزير. ما لا جواب بموضوع الرئاسة، يعني هل صار في تفاهم؟ هلا مش وقت الرئاسة، يعني هلا البلد أهم منا كلنا. على موضوع الرئاسة قال معالي الوزير أول يوم، قال هاي ما حتغير شيء بالموازين الداخلية إذا بتتذكروا بها. بقى لا، نحن عم نحكي بموضوع البلد. بتصور يعني نحن حكينا نحن ومعالي ومتفهمين، خلينا نقول 99% من الأمور. نحن موضوع حرصنا على البلد، نحن مش حريصين قد السيد حسن نصر الله وقد الرئيس بري على البلد. أكيد نحن المقاومة بتصور اللي أرجته لهلا هو حرص على لبنان، لأنه لو المقاومة كانت من أول يوم فيها بتصور تفوت مثل ما فاتت حماس على الداخل الإسرائيلي وتعمل، بس كانت كمان بهذا الوضع كان انجاز لبناني إلى حرب. أنا بتصور حرص المقاومة وحرص السيد حسن نصر الله على لبنان وعلى أمن لبنان هو اللي ما خلى يصير هالشي، وأنا ما فيني زيد على البلد. هلا نحن موضوع حماية لبنان، نحن بنتوافق على لبنان، لأنه لو المقاومة كانت من أول يوم فيها بتصور تفوت مثل ما فاتت حماس على الداخل الإسرائيلي وتعمل، بس كانت كمان بهذا الوضع كان انجاز لبناني إلى حرب. أنا بتصور حرص المقاومة وحرص السيد حسن نصر الله على لبنان وعلى أمن لبنان هو اللي ما خلى يصير هالشي، وأنا ما فيني زيد على المقاومة بحرصها على البلد. هلا نحن موضوع حماية لبنان، نحن بنتوافق مع الوزير بسير، هو معنا برأينا، يعني هو معنا برأينا، ما عم نحكي عم مش أنا، يعني ما بدي أقول هؤلاء مختلفين عليهم، بالعكس هؤلاء متفقين عليهم. هلا هو عنده هدف إنه اليوم البلد إذا بدك الانقسام اللي شهدوا قبل، خاصة هذا شيء كيف فينا نواجه الموضوع بأكثر وحدة ممكنة بالبلد. نحن بدنا نشتغل على الناس نقدر كمان نقول إنه نكون شعب ومقاومة وجيش أكيد، ولكن في واقع وفي تمنيات. نحن عم نقول كل ما نحن إن شاء الله الواقع عم يقرب من التمنيات طبعاً، مش عم ببعد، لأنه اليوم اللي عم بيصير بفلسطين واللي عم بيصير بغزة والجرائم اللي عم بتصير والقتل والقهر اللي عم بيصير، ما في إنسان ما يوقف قدامه ويحس، لأنه اليوم اللي عم بيصير أكيد جريمة بحق الإنسانية. وبتصور كل إنسان عنده ضمير بده يشوف ويطلع هالشعب شو عم بيدفع، الشعب يلي صار له من 48 مهجر ويلي إذا عم بيطالب ببيته صار كأنه عم يتعدى حقوق الآخرين. لذلك نحن بنعتبر أنه ما فينا ما نكون على قضية الفلسطينيين وحقها،
ما فينا ما نكون مع استعادة الحقوق واستعادة الأرض، ما فينا نكون إلا مع حق المقاومة لاستعادة الأرض. وهيدي نحن بالنسبة لنا، وبتصور بالنسبة كمان للوزير بيصير ولكل إنسان شريف بهالبلد، هيدي بتكون بدون قيد أو شرط أكيد، لأنه نحن مش لأنه معهم بدون قيد أو شرط، لأنه بنعرف إنه حريصين هني على بلدنا قد ما نحن حريصين على بلدنا. لا شكرا.